عضو مجلس إدارة نادي غزل المحلة. رئيس إدارة غزل المحلة، مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير. أهلا أستاذ أشرف، إزي حضرتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ الله يبارك فيك، الحمد لله. ربنا يخليك فندم. تعليق حضرتك على الأحداث بتاعت إمبارح. والله الحقيقة إمبارح إحنا كنا كويسين جدا، وكان المنظر جميل أوي، والجماهير كانت ملتزمة والأمور كانت مستقرة كويس جدا. إحنا الشوط الثاني اللي حصل هو النهارده، الحكم النهارده تردد. لو الحكم النهارده ما ترددش وخد قراره على طول كانت انتهت القصه كلها. احنا النهارده لما بنتباطأ في القرار احنا بناخد النتائج، ما بنبصش للاسباب، احنا دايما نحصل النتائج. النهارده هو لو قعدنا فتره طويله جون او مش جون، دي كوره ودي رياضه ودي روح، ولازم نتحلى بالروح الرياضيه. احنا لو كان القرار اتاخد على طول اعتقد ما كناش وصلنا اللي احنا ايه للي حصل ده، لان التباطؤ في الموقف والتردد هدف او بدون هدف ده طبعا اثار الناس. مهندس احمد، تعليق حضرتك ايه على قرارات لجنه المسابقات؟ والله القرارات دي اتخذت برضه النهارده المحله النهارده، انا مش فاهم يعني ايه الموضوع اللي القرارات الاستمرار ضد المحله دي على طول. احنا النهارده ما نبصش للاسباب ونيجي نوقع الغرامات. النهارده طب ما السلوك، ما نشوف الموضوع كله كامل متكامل. هل حضرتك هيبقى في اي تظلمات من ناحيه نادي غزل المحله لاتحاد الكوره؟ اتباع التاكسي النهارده بالتظلم النهارده ان شاء الله، وفي جلسه مجلس الاداره اللي امر الله. طيب هل حضرتك بتحب تناشد القله من الجماهير اللي نزلت ارض الملعب؟ هل حضرتك بتحب تقول لهم حاجه؟ انا بوجه للجماهير كلها يعني تحافظ على السلوك الرياضي وتحافظ على فرقتها وتشجع تشجيع مثالي، لان احنا كل التصرف النهارده بينعكس على سلبا على النادي نفسه. احنا انديه جماهيريه، والمفروض ان احنا كلنا نشجع ونقف جنب انديتنا وفرقتنا. بس انا برجو النهارده برضو ان احنا النهارده الحكام النهارده برضو يراعوا النهارده الجماهير، يراعوا الجماهير في القرار بتاعتهم. شكرا المهندس.